أهلا بكم من جديد. مجلس محافظين مصغر، من هنا سنتحدث عن الناس وإلى الناس. لا نبغي في هذا الحديث كما عهدتكم أن نخفي شيئا جرى على الأرض أو نذكر لكم شيئا لم يحدث على الأرض. بداية هذا التحديد إن شاء الله في البرنامج، أنا يسعدني ويشرفني أن يكون معايا في يعني أولى تجاربه سيادة اللواء السيد ناصر محافظ كفر الشيخ. أهلا بك. أهلا بك. شكرا جزيلا على وجودك معنا. أهلا بيك. والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف. أهلا بك. خلوني أسأل يعني حضراتكم سؤال كده، قد يكون سؤال يعني ذو شجون. يعني لما حضرتك تخلص يوم عملك في المحافظة وبتقفل وبتقعد لوحدك كده وبتركن ظهرك على الكرسي وبتفكر، تفكر في ايه؟ انا ببقى مهموم بمصالح الناس ومشاكل الناس يعني، ويعني نقدر نقول بحاسب نفسي ايه اللي انا عملته النهاردة، ايه اللي انا اخطأت فيه النهاردة، ايه المطلوب مني بكرة، ايه الالتزامات بتاعتي. دايما بيبقى في أعمال إحنا عملناها، في متابعات بكرة هنعملها، في اجتماعات بكرة بفكر فيها، كل الحاجات دي كلها بتشغلني. يعني يمكن الواحد بينام وبيصحى دماغه من كتر مدوش بمصالح الناس وهموم الناس. مش مهندس، أنا بعتبرها نوع من التقييم، هدوء علشان تقيم الأداء. انت تبقى حاطط خطط، حاطط اساليب لحل مشاكل. حضرتك طبعا عارف كم المشاكل اللي عندنا في كل الخدمات، الاستثمار، التنميه، التعليم. فبالتالي بتحط في ظل امكانيات محدده، فانت بتحط تصور، سيناريو، خطه سميها. هل انتجت اللي انت عايزه؟ هل الفاعليه كويسه؟ وكثيرا من الاحلال بنلاقيها من غير مرضيه، فانت محتاج توجد تعيد طريقه نظر، تعيد النظر وتوجد طريقه اخرى. في واحد من المؤتمرات العامه الرئيس يعني وجه ما يشبه كده رساله عتاب الى المحافظين وقال انتوا ما بتتصلوش بيا ليه؟ ما فيش حضراتكم يعني تابعتوا الحكايه دي؟ طبعا. صحيح ما بتتصلوش بيا يا فندم؟ لا، بنتصل بسيادته احيانا يعني، بس مش على طول يعني. ده كان لكن قبل الرساله، قبل الكتاب ولا بعد؟ لا، قبل الرساله اللي كان سعادتك كان اذاعها في مؤتمر، كان في اتصالات بس مش على طول. بعدين يعني هو من قال لاخر سيادته بيبعت لنا، احنا في تواصل موجود، مش موضوع اتصالات وبس، لا، في تواصل وفي اجتماعات وفي مواضيع هامه وفي حاجات بنروح نعرضها على سيادته. يعني اللي هو مثلا اخر مره حضرتك رفعت سماعه التليفون وكان تواصلت مع الرئيس او مع الرئاسه لي في حاجه معينه؟ كتير، الاسبوع اللي فات. يعني طول الوقت في في اتصالات. يعني انا فخامه السيد الرئيس يمكن اخر اجتماع معاه مباشره على ترابيزه اجتماعات في يعني اقل من شهر. اقل من شهر كنا موجودين في يومين متتاليين مع بعض. وكل الساده المحافظين موجودين في تواصل، في حاله التواصل دي. لا، انا من يعني انا ماشيين بطريقه بنحاول قدر الامكان في داخل المحافظه تحل. بتتصعد بقى للرئيس الوزراء او مع الساده الوزراء اذا لم يتم الحل. انما انا شخصيا يعني ما فيش يعني ما لجأتش. ان هو انا بوصل استدعيت انه يبقى في ما فيش حاجه كانت تستدعي. ما هو اللي يعني يمكن كان سياده الرئيس قال في الوزراء، في رئيس الوزراء اذا لم تحل تكلموا، اتصل برئيس الجمهور تكلموا. فده التسلسل الطبيعي. فالحمد لله ما حصلش هذا الوضع، بالاضافه الى ان في اجهزه كتير في مؤسسه الرئاسه هي بتتابع. يعني يمكن صحيح. قبل ما تظهر السؤال بيكون في متابعه، فهو انما هو مع دوله رئيس الوزراء هو في التواصل. حتى بقى انا شخصيا بيبقى في حاجة محددة وبعد استنفاذ كل المحاولات يعني. لان مؤكد ان كل واحد مثقل بمهام ما بتخليش عنده وقت كبير. صحيح. طيب احنا في الاطار العام للنقاش
حوالين المعركة الأساسية اللي الدولة المصرية بتخوضها، واللي حضراتكم أحد رجال هذه المعركة من خلال مناصبكم التنفيذية. والمعركة إحنا عندنا معركة كما تم توصيفها حتى من قبل رئيس الدولة، معركة بقاء ومعركة بناء. معركة بقاء، بقاء مواجهة الإرهاب والتطرف بكل الأشكال، ومعركة بناء فيما يتعلق به التنمية والاستثمار. لو احنا فندم حطينا العنوان الاول اللي هو المشروعات القومية الكبرى اللي موجودة في المحافظة، يعني كفر الشيخ مثلا كان مفروض انه سيادة الرئيس هيزور المحافظة في 30 يونيو اللي فات مش كده، وبعدين اتأجل ده لاكتوبر اللي جاي تقريبا. ليه ما جاش في يونيو وليه هيجي في اكتوبر؟ وهل ده ليه علاقه بالانجاز في المشروعات اللي موجوده في المحافظه؟ لا هو يعني انا هقول لسعادتك حاجه، طبعا بالنسبه للمشروعات الاستثماريه احنا عندنا في كفر الشيخ عدد كبير جدا من المشروعات اللي سيادته هيفتتحها. تمام. يعني لو عدناها كده نقول بركه غليون. بركه غليون. ده اكبر مزرعه سمكيه، فده نقعد نتكلم فيها كتير لما سعادتك تحب نتكلم. في عندنا بحيره البرونس وكل المشاكل اللي فيها وايه اللي عملناه وعلشان نحل هذه المشاكل، بالاضافه لاهتمام فخامه السيد رئيس الجمهوريه بالبحيره ببحيرات الجمهوريه كلها، ودي احداهم، يعني دي هتكون باكوره التنميه الشامله في البحيره. عندنا مستشفى الجامعه، دي يمكن افضل مستشفى في الشرق الاوسط مش في مصر بس، في اربع كليات في الجامعه، في عندنا قصر الثقافة في دسوق، في عندنا محطتين مياه في عزيز وفي الكشلة، في عندنا عدد 25 مدرسة، في عندنا مستشفيتين، في عندنا حاجات كتير إن شاء الله تكون محطة افتتاح في خامة السيد رئيس الجمهورية الفترة. في يعني انت قلت سمع عليك محطة الكهرباء الكبيرة اللي في البرلس. لا دي أصلا افتتاح تلت منها، افتتح تلت والتلت تاني في برير القادم مع محطة برضو بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة. دي هتبقى الافتتاح النهائي بتاعها. وافتتح التلت في التلت محطات، يعني في افتتاحات جزئية ممكن تكون في غضون شهر أو شهرين، لكن ده مش هتكون يعني محطة افتتاح فخامته في الفترة اللي جاية. ده الافتتاح النهائي هيكون في شهر ابريل ان شاء الله اللي جاي 18. فدي كلها حاجات احنا منتظرين سيادته. طبعا دي بيبقى فيه التزامات لسيادته، والله يكون في عونه. ودلوقتي في الزيارات في الجوله الافريقيه اللي مصر فعلا هي يا فندم التأجيل الزياره تم لارتباطات ولا تم لانه كان في لسه المشروعات فيها حاجات ما انجزتش؟ لا احنا جاهزين. بركة غليون جاهزة، نسبة التنفيذ فيها يمكن مش بحيرة البرولس معانا بحيرة البرولس يعني حاجة جميلة. يعني عايز أقول لسعادتك بحيرة البرولس احنا مش لسه شغالين فيها النهاردة، ده احنا شغالين بقى فيها بقالنا دي كانت جولة لحضرتك. دي مبنى شرطة المسطحات عاملينه على مستوى عالي جدا. ده بيحل مشاكل بقى، مشاكل كتيرة، لأن ده جنب بغاز البرولوس اللي بيكسر فيه مافيا صيد الزريعه والصيد الجائر والشباك المخالفه والمراكب الشرعيه والمراكب ذو المحركات. هيمنع تعديات على الاراضي اللي هي الردم والتحويط في البحيره، كل الحاجات دي كلها بحيره مبنى شرطه المسطحات ان شاء الله يعني هتبدا العمل فيها اعتبارا من الاسبوع القادم. اتفقنا مع السيد مساعد وزير الداخلية هيكون ان شاء الله هيتم العمل فيها، ودي طبعا هتحل تقريبا نص مشاكل البحيرة، بالاضافة بقى لعمليات التكريك والقنوات الاشعاعية والكورنيش اللي احنا عملناه بجد، والتكاسي اللي احنا عاملينها هنا عند البغاز. المواطن سيادة المحافظ دايما بيبقى فيه السؤال، المشروعات دي المشروعات الكبيرة والعظيمة دي هتترجم في كفر الشيخ تحديد، يعني كفر الشيخ طول الوقت حضرتك يعني عارف انه فيها مشاكل كتير وهجرة غير شرعية منها كتير ومستوى فقر كبير. المشروعات دي المواطن اللي هو بيسمعنا الوقت
يبقى مطمن انه هيوصل له عائد امتى وازاي وهيغير حياته ازاي. يعني لو اتكلمنا على بحيرة البرولز بس يعني مشاكلها، يعني انا كان عجبني تعليق لاحد الصيادين بيقولوا بحيرة البرولز دي مزرعة للمزارع. يعني ايه مزرعة للمزارع؟ يعني بيصطادوا مافيا صيد الزريعة بقى، اللي هم بيجيبوا الشبك المخالف اللي هو ما فيش فيه، ما بيسمحش بالسمكة الصغيرة انها تخرج، يلم كل الحاجات دي كلها ويبيعها بالاطنان علشان يشمسها علشان يعملها علف للاسماك. ده اسمه الصيد الجائر. الصيد الجائر ده بيجمع اطنان يوميا علشان يبيعها. ده يعني انت لما تشوف السمكة وهي عمر اسبوع واسبوعين وحاجه صغيره كده، دي لو اتصبر عليها كمان 3-4 شهور هتبقى سمكه كويسه وهتبقى كبيره والخير يعني كله هيعم. يعني دلوقتي يا فندم مستوى نسبه التنميه في المحافظه قد ايه؟ معدل التنميه في المحافظه قد ايه؟ انت ساعتها بتتكلم على البحيره، على البحيره؟ لا، على 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 محافظه كفر الشيخ. يعني هذه المشروعات تساهم في زياده معدل التنميه قد ايه؟ يعني لو قلنا في بحيره البرولوس بس مع بركه غليون احنا انتجنا في الاسماك على مستوى الجمهوريه 40% عند افتتاحهم ان شاء الله، وشرطه المسطحات وكل الحاجات اللي احنا عملناها دي هيزيد الانتاجيه من 65% ل 70%. 70%. 70%. طيب انا لازم اروح بني سويف بقى، ما ينفعش. يعني نفس القضيه يا فندم، المشروعات اللي موجوده، وانا عارف ان بني سويف كمان يعني يمكن حتى كانت بتعاني من نفس مستوى الازمات والمشاكل، ولا تزال. وفي يعني الهجره غير شرعيه برضو موجوده كتير في بني سويف. المشروعات ايه اللي موجوده على الارض؟ ما انجز منها وما لم ينجز بعد؟ وازاي هتأثر على حياة المواطن؟ يعني هتوصله ازاي؟ هو طبعا في مشروعات قومية بيبقى تأثيرها بياخد فترة شوية عشان يظهر للمواطن البسيط، انما هي هامة جدا للاقتصاد القومي عشان تحريك اقتصاد القومي عشان الانتاج عشان جذب الاستثمار. ده بتاخد وقت، لان يعني مثلا زي مشروع محطة كهرباء بني سويف اللي هي في غيادة اللي هي مع شركة سيمنز ب 2 مليار يورو، ده رقم كبير. ده هتأثر على استقرار الكهرباء وعلى توفير الكهرباء والجهد. احنا عندنا في مشكلة نتيجة بعد بني سويف، ففي تذبذب في الجهد الكهرباء. ده هيحصل طبعا له تأثيره على الصناعة وعلى جذب الاستثمارات. هو له تأثير مباشر، يعني عدد ما فيش أقل من 1500 أو 2000 عامل بيشتغلوا خلال فترة الإنشاء. خلال فترة الإنشاء. بعد فترة الإنشاء هيبقى يقل طبعا العدد ده، لأن هو أهو يا فندم ده احنا عندنا مصانع بني سويف أهي، دي في المناطق الصناعية حضرتك، وده يمكن أحد الجولات بتاعت حضرتك. جولات طبعا مع المصانع. احنا عندنا هنا في المنطقة الصناعية عندنا 8 مناطق صناعية. في عندنا منطقة كومة مرادي وبياض العرب يمكن أقدمهم، ده حوالي 800 فدان. عندنا كومة مرادي حوالي برضه 800 فدان. عندنا مناطق اللي هي الصناعات الثقيلة حوالي 15,000 فدان. عندنا بعد كده منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، في جزء كبير منهم استثمارات فيها تصدير، فيها نسب استثمارات أجنبية واستثمارات محلية. احنا في عملنا وضعنا حجر الأساس لأحد المجمعات الصناعية الكبيرة، لحاجة بنفتقدها ان هو بينتج مش بيجمع. يعني بينتج المواتير اللي هي بتخش كل الغسالات. ان انا وصلت بقى لمرحلة يبقى عندي التصنيع، يعني مثلا حتى احد المصانع الكورية هي احد المصانع القليلة في الشرق الاوسط اللي هي فيها تصنيع وليس التجميع لشاشات التلفزيون بس. دي بتبقى فيها اضافة. فالثمان مناطق صناعية يستوعبوا حوالي 24-25 ألف عامل. في نمو كبير في الفترة اللي فاتت، يعني احنا حلينا حوالي مشاكل لمصانع كتيرة كانت فترة التوقف والثورة أثرت عليها. فاشتغل خلال فترة السنة ونص دي أكتر من 51 مصنع. ده رقم كويس.
في فتحنا لسه قريب مصنعين استثمار كوري. دي المتوقفه مش المشروعات لا اللي كان قالوا عليها اللجنه بتاعت التعثر، دي مشروع مصانع متوقفه. هي لم تستكمل البنى نتيجه الفتره الثوره والاضطراب وعدم الاستقرار، فكله تخوف ووقف. في بيجي عندنا بعد كده في الوقت الحالي طبعا في عندنا اكبر اعتقد مجمع عالمي لانتاج الرخام، حوالي 3 مليون متر مسطح رخام ومليون متر جرانيت، وده يعتبر من اكبر المحطات في العالم. عندنا في مصنع اسمنت بيتعمل 6 خطوط اسمنت بيدي 11 مليون طن سنويا. دي حاجة ورقم كبير، بالإضافة إلى المصانع المتواجدة عندنا. فتح حديد مصنع حديد موجود حاليا. في بقى طبعا حاجات جاذبة للاستثمار أو بتساعد على الاستثمار، احنا ابتدينا بانطلاقة كبيرة اللي هو محور تنمية، محور المستشار عدلي منصور. وده بيعتبر نقله. وكان كان في مشكله في المحور ده يا فندم؟ كان في مشكله في المحور ده؟ لا، هو اتوضع اساسه من فتره وما كانش فيه خطوات تنفيذيه ان هو يتنفذ او ادراجه في الموازنه الدوله. احنا اشتغلنا عليه فتره كويس جدا مع الهيئه الهندسيه ومع طرق الكباري، ودرس المحور افضل مكان له، لان هو ده محور حيوي بيربط بين الشرق والغرب، بيربط المدن الصناعيه والطرق، ده مهم جدا عندنا يا فندم. ده طبعا هو ده يعني احنا كان من 4 أشهر كان حلم، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش موجود خالص. احنا ارتفع البنى وابتدى يظهر دلوقتي، قطعنا فيه شوط طويل. ده احنا بنبص له الفتره الجديده مع التخطيط العمراني، ان احنا كيف نخطط، يبقى تخطيطنا سابق. بالظبط، لان المحاور دي احنا شغالين في مصر، وحضرتك ادرى شغالين يوم بيوم. احنا النهارده بنبص عليه من دلوقتي وخططنا، واحنا مع التخطيط العمراني، لان حضرتك اي محور بيظهر اذا لم تكن عندك تخطيط مستقبلي وتسبق حاجه المواطن، فعندك عشوائيات، وهو ده اللي ظهر على الطرق الدائريه وتعمل لك مشاكل متكرره. تمام، فدي دي احد الحاجات عندنا بقى بننظر للمستقبل برضو بمشاريع اكبر يعني. انا عايز ست لواء ندخل من المشروعات القوميه الكبيره اللي الدوله بتشتغل عليها الى وضع الاستثمار في المحافظه. يعني ايه حوافز الاستثمار اللي عند حضرتك؟ وضعيه رجال الاعمال بيشتغلوا ازاي؟ ايه اللي المحافظه ممكن تقدمه فبتبقى جاذبه للاستثمار؟ احنا يعني يمكن فعلا كفر الشيخ ربنا كرمها بالسيد رئيس الجمهوريه في مؤتمر الشباب اللي فات في اسكندريه، المؤتمر الرابع، واللي برضو كان من مطالبه شبابنا، مطالب كان في المحافظه موجود، كان كفر الشيخ البحيره اسكندريه مطروح، تمام، الاربعه دول والغربيه كان معانا برضو. اطلق فعلا عيار ثقيل احنا كنا منتظرينه، كفر الشيخ كلها منتظراه. الحمد لله اعتبار منطقه اللي هي في الساحل الشمالي عندنا اعتبارها منطقه استثماريه، دي 10,000 فدان طول 25 كيلو على الساحل الشمالي، من اجود الاراضي وافضل الاراضي، ارض منبسطه، ميه هاديه، لا جزر ولا نحر، حاجة جميلة جدا. اعتبرها منطقة استثمارية طبعا، 25 كيلو 10,000 فدان. احنا كنا شغالين في الموضوع ده بقالنا فترة طويلة، كان اصل الموضوع ده كان فيه مشاكل بيننا وبين الاوقاف، عملنا بروتوكول وحلينا كل خلافاتنا بيننا وبينهم علشان نستثمر الارض دي. كان في المحافظه كانت تجيب حد علشان يستثمر، الاوقاف كانت توقفه، الاوقاف تعمل حاجه، المحافظه كانت توقفه، كانت مشكله. ودي يمكن مشاكل كبيره كانت موجوده من الفتره السنين اللي فاتت. احنا يمكن اول محافظه عملت البروتوكول ديت مع الاوقاف، ويمكن اتعمم على عدد كبير جدا من الساده المحافظين، اعجبوا جدا بالبروتوكول وتم توقيعه فعلا، وده حلت مشاكل كثيره في المحافظات. كانت معانا في الاجتماعات اللي تسبقها، احنا عملنا هاشتاج اسمه اسأل المحافظ. ايوه، ف
فاحنا طبعا انت عارف يعني جماهيريتكم يا فندم منقطعه النظير النهارده معانا، فمعلش الناس هناخد. انا معايا صفوت من كفر الشيخ. استاذ صفوت، الو. طيب التليفون من نصيب بقى الست الباشمهندس الاستاذه هاله بني سويف. استاذه هاله. ايوه يا فندم، السلام عليكم. معاكي يا فندم سياده المحافظ، معاكي. قولي لنا يعني اسمك بالكامل، منين في بني سويف، والسؤال بتاعك. والله انا من بني سويف، مامة احمد عبد الله جبر. احمد شاب كفيف، اتخرج لسانس اداب قسم تقدير جيد، معاه دراسات عليا، راح لسياده المحافظ بدل المرتين وهو يقنعه يقول له ان شاء الله في شغل، ان شاء الله في شغل، وللاسف ولا حد بيسال فيه. الحاجه الثانيه، سياده المحافظ بيتكلم كلام جميل جدا جدا في الفضائيات وفي الاعلام، مش قادر يشوف وظيفه لشاب كفيف، هو الوحيد في دفعته في الاداب، في دفعته في كليه. اسمه يا فندم احمد عبد الله جبر. بالظبط كده يا كويس يعني. طيب سياده المحافظ، سياده المحافظ بني سويف، سياده المحافظ مع حضرتك. بصي يا استاذه هاله، احنا فاتحين التليفونات والاسئله والحوارات عشان نوصل لحلول فعليه للمشكله. ماشي يا تمام كده يعني، فانت حضرتك بتقولي كذا، فسياده المحافظ معانا. اتفضل يا فندم. استاذ احمد عبد الله جبر، هو بتقول كفيف هو حضرتك. ويجي لحضرتك. احنا شكرا يا فندم. حضرتك اسمعينا وان شاء الله يبقى في حل للمشكله. احنا بالنسبه للتعيينات فبتبقى في نسبه اللي هي 5%، ودي بتتعمل عن طريق التنظيم والاداره، وطبعا الاعداد كبيره. غير كده بنحاول عن طريق الجمعيات او التوظيف، اللي احنا ما فيش عقود في الدوله خلاص، في ممنوع يعني. فده على حسب ما بنقدر نتواصل مع الجمعيات الخيريه واماكن فرص العمل يعني، او القطاع الخاص. العمل ليه في الدوله بتبقى صعبه، لكن المحافظه تقدر عن طريق خدمه المواطنين يعني. يمكن كان في احد الحالات في الفضائيات، يمكن امبارح احنا وفرنا لها فرصه عمل. فرصه ان احنا بنجيب لها حاجه يعني، بنديها مكان تقدر تتاجر فيه او بالزبط. على حسب توجد لها فرصه ده. انما احمد يجي لحضرتك امتى؟ احنا لما هناخد يا استاذ هاله لو سمعانا اهو، احنا هناخد الارقام من الاعداد. طيب خدوا يا جماعه الرقم الاستاذ هاله، وسياده المحافظ هو بيوعد حضرتك انه يتواصل معاكي، وهو المسؤولين ما بيطلعوش يقولوا كلام حلو في الفضائيات وما بيحصلش حاجه على الارض، ما الدوله برضو فيها امكانيات وفيها التزامات يعني. احنا حابين حضرتك حابين حل. انا مقدر كل واحد صاحب مقدر حاجه، صحيح بس صحيح هو صحيح، وهي حقها ابنها طبعا. هي كل واحد بينظر لحالته هي الاهم. الاستاذ يعني. صفوت كفر الشيخ. ايوه يا فندم. قول لي يا استاذ صفوت الاسم بالكامل، ومنين من كفر الشيخ، وسؤال حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك صفوت نجار من كفر الشيخ. اهلا بك يا فندم. سؤالك ايه يا فندم لسياده المحافظ؟ برحب بيك وبضيوفك الكرام، وبسأل سيادة محافظ كفر الشيخ، مدخل كفر الشيخ من ناحية روينة مكسر وما فيش حد عارف يمشي فيه، هل رئيس المدينة ما شافش الشارع ده؟ فندم شكرا جدا، شكرا جدا. طب احنا هناخد يا فندم التليفونات في الأسئلة يعني ورا بعض، وبعدين نفتح الليكة. طيب الأستاذ محمد من كفر الشيخ. أيوة فندم. أستاذ محمد ازيك؟ الله يبارك معاك يا فندم. سياده المحافظ سؤال حضرتك ايه؟ اتفضل. سعاده اللواء المحافظ. اتفضل. يا الاول انا بشكر سعاده اللواء المحافظ على اللي احنا لمسناها والاعمال اللي بيعملها في كفر الشيخ. وانا انا محمد جاب الله من قريه ميت الديبه، مركز قليل محافظه كفر الشيخ. القريه اشترينا عايزين نعمل محطه معالجه تحليه وصرف. واشترينا 3 فدادين بمجهود ذاتي على حساب القريه، وطبعا في بعض المشاكل اللي تقابلنا، فانا عايز معاك من سعاده المحافظ عشان اتقابل معاه، اعرض عليه جميع المشاكل اللي بتقابلنا، وعشان نزل ملكيه والحاجات دي، فانا عايز اتقابل مع المحافظ. استاذ محمد يعني حضرتك طالب ميعاد مع سياده المحافظ. أيوة. طيب انا يعني في محطه معالجه ميه عايزين تعملوها،
في قريه ميت الديبه. انا هقول لحضرتك على حاجه، هناخد التليفون من حضرتك وان شاء الله يبقى في ميعاد ويتواصل معاك سياده المحافظ. يوم السبت الساعه 10 يكلم حضرتك امتى يا فندم؟ يوم السبت الساعه 10 يجي لي. ده اول اول ميعاد على الهواء هو استاذ محمد، حضرتك سياده المحافظ كلمه يوم يكلمه ولا يجي لك على طول يا فندم؟ لا يجينا على طول. لا يعني هتروح مبنى المحافظه يوم السبت الساعه 10 ان شاء الله. ماشي يا استاذ محمد. طيب محمد بني سويف، استاذ محمد. لا احنا عاوزين نوزن بين كفر الشيخ وبني سويف. بصوا لا لا لا، ما هو احمد ماشي. طب احمد كفر الشيخ. استاذ احمد. الو. اهلا بيك يا استاذ احمد. حضرتك احمد كامل من فوه من كفر الشيخ. فوه اهلا بيك. اهلا بيك. هو في حضرتك حفر وتنقيب على الاثار بطريقه رهيبه في فوه. تنقيب عن الاثار في فوه؟ في فوه حضرتك. انا بيتنا في فوه في بدار ابو المكارم، حد من الجيران عمل تنقيب عن الاثار في عمق 16 متر وعملنا كذا بلاغ ومحدش اتحرك خالص، لدرجه ان البيوت اللي ورا البيت كلها اتشرخت ولا حضرتك حد ولا كان في حاجه خالص. وقدمتوا بلاغات يا فندم؟ كتير جدا جدا، ولا كان احنا بنبلغه على مثلا سرقه شويه رمل مثلا في الشارع. طيب القضيه اهي قدام سياده المحافظ وهنسمع تعليقه منها ان شاء الله. تمام. شكرا يا فندم. استاذ مدحت بني سويف. استاذ طلعت. ايوه معاك استاذ طلعت. اهلا بيك سياده المحافظ، معاك يا فندم اتفضل. اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بضيوفك. اهلا بيك. عندنا مشكله عامه يا استاذ محمد بالنسبه للصرف الصحي في بني سويف، قريه اسمها في غربية الشيخ خروم. قرية ايه يا فندم؟ المنطقة الغربية الشيخ خروم. الشيخ خروم. الشيخ خروم. تمام. المنطقة الغربية دي بها ثلاث قرى. الشيخ خروم دي قريتين دخلوا من الصرف الصحي، وبيننا وبين القرية اللي دخلها الصرف الصحي الطريق. والمحطة الرئيسية لصرف بني سويف كلها بتصب في مصرف بيعدي من على هذه القرية. تمام. والله اقسم لك بالله القرية عايمة على مية. عايمة كده على مية. وعاملة مشاكل. شكرا يا فندم واسمع اسمع تعليق سيادة المحافظ على الموضوع. الأستاذ عادل كفر الشيخ. ألو السلام عليكم. أستاذ عادل أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، سيادة المحافظ معاك يا فندم. اتفضل. أسعدت الباشا. بقول لحضرتك مهندس عادل شرعان من الإدارة الزراعية من دسوق. كنت عاوز اخد ميعاد مع سياده المحافظ عشان عاوز اعرض عليه مليارات بيعها من الدوله، عاوز اقول له عليها ايه طريقها وايش السبب فيه. على على, على 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 مسؤوليتك يا استاذ عادل حكايه المليارات دي. ايوه ما انت عارف لانه ايه بيقولوا لنا في موضوع ومليارات وبعدين ما نلاقيش، فانت مالي ايدك من المليارات يعني. يا استاذ طيب. القدره على مسؤوليه الخاصه. طيب ما هو اهو يجي طيب خلاص يجي برضه يوم السبت يجي سياده المحافظ منتظر حضرتك. ده دي مواعيد يا جماعه. مواعيد 90 دقيقه. دي مواعيد برنامج 90 دقيقه. اهو سياده المحافظ مستنيك الساعه كام يا فندم؟ الساعه 10 حد على البوابه هيجيبه لي على طول. الساعه 10 لسياده المحافظ من على البوابه على طول. ماشي يا استاذ عادل. امتى يوم السبت؟ الساعه 10 ان شاء الله يوم السبت. اسماء بني سويف. اسماء يا اسماء. السلام عليكم. اهلا بيكي. المهندس شريف محافظ بني سويف مع حضرتك اهو، اتفضلي يا فندم اسالي. حضرتك انا كنت عايز اطلب منه بس طلب. انا كنت مقدمه، انا خريجه معهد فن تجاري 2009 تقدير جيد جدا. كنت مقدمه في اللي مصلحه الضرايب اللي طلبت سنه 2011 وما قابلتش، وكانت معايا واحده في المعهد معايا وكانت جايبه تقدير جيد ومن العياط وقابلتها ولقيتها توظفت في بني سويف. طيب لما في فرص يعني في بني سويف، مش كان الاولى ان هم اصحاب بني سويف وانا واحده متجوزه ولا انا ولا جوزي بنشتغل ومعايا ثلاث اطفال الكبير دخل طيب مدرسه السنه دي. استاذه اسماء فرصه لو سمحت. استاذه اسماء هتسيبي استاذه اسماء هتسيبي بس حضرتك التليفون يا شباب والنبي خدوا التليفون لانه احنا بنتكلم هنا عن فرصه عمل. طيب معانا حد تاني؟ الاستاذ احمد بني سويف. نعم يا فندم اهلا بيك يا فندم.
معاك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل اتفضل السيد المحافظ معاك. يا اهلا وسهلا. يا استاذ محمد، اولا بنشكرك على البرنامج الجميل ده بتاعك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. الله يكرمك. وبنشكر سياده المحافظ وسياده محافظ كفر الشيخ. وبنتكلم يا فندم عن موضوع الصرف الصحي في قريه بني ماضي ببا بني سويف نمره واحد. نعم، المياه الجوفيه طبعا مبوظه مباني كتير وبيوت كتير بتبوظ من المياه الجوفيه. فلو سمحت يعني تدرجوا لنا القريه في الموضوع الصرف الصحي وبسرعه يعني. وصلت يا فندم، وصلت الفكره. وبشكر حضرتك جدا. يعني زي ما شايفين حضراتكم يعني الناس طول الوقت بس هي الناس بتتكلم بنيه. أيوه. بنيه صافيه كده انه في يعني. أيوه. عايزه حلول يعني. أيوه. انا اساسا حضراتكم نطلع فاصل قصير ونعود للتعليق والردود على أسئلة السادة المشاهدين. فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد. دي أسئلة الناس وده كلام الناس. ونبدأ بكفر الشيخ. ست لواء، احنا عندنا أكتر من قضية. المدخل الأول، مدخل كفر الشيخ. من الشيخ روينا. يعني أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، إحنا بهتم جدا بمداخل كفر الشيخ. أنت لو معادتك سعادتك شرفتنا وأنت دخلت تدخل كفر الشيخ هتحس إنك أنت داخل مدينة من أوروبا موجودة. إحنا بنهتم بيها جدا. ده من المدخل وإحنا جايين من الغربية. المدخل برضو إحنا جايين من رشيد، من البحيرة. بعمل بوابة هناك وبعمل حاجة جميلة جدا تقريبا انتهينا منها، وديت هتبقى يعني يمكن في خلال أسبوع نفتتحها إن شاء الله. في برضو المدخل اللي هيبقى جاي لنا من نهاية الطريق الدولي ده برضو هنعمله. كل مداخل القرى اللي موجودة بقى في داخل المحافظة احنا بنهتم بها اهتمام غير عادي. النظافة وكل الحاجات المخلفات والغابات اللي موجودة على الترع والمصارف والحاجات دي عندي بالنسبة للنظافة يعني مش عايز أقول لحضرتك إيه. هم نفسيهم أهالي كفر الشيخ حاسين ولا مش حاسين، عايشينها، عايشين النظافة الغير عادية اللي يعني مش عايز أقول في طفرة كبيرة إحنا محققين. طبعا بالنسبة للمداخل ديت أنا مداخل القرى عموما والمراكز انا بهتم بها جدا ان شاء الله. انا بنفسي هنزل واشوفها. جولات كده. يا فندم يعني جولات على طول. انا بتنزل جوله كده بعيد عن يعني بتنزل بقى كده بعيد عن الحرس والامن فبتشوف تاخد عربيتك وتنزل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش طبعا. معلش لكن انا مع الناس موجود. انا عايش مع الناس يعني. انا لسه اول امبارح كنت في المصيف مع المصطفين. عندي لقاء اسبوعي ده الباب مفتوح يوم السبت ده الدنيا كلها بتجيني فيه. عندي جولاتي بقى في الجولات بتاعتي في المصالح الحكوميه مستشفيات في الشارع في متابعه الاعمال اللي احنا بنعملها بصفه يوميه من الصبح من الساعه 7 الصبح بنبقى في الشارع لغايه ما برجع على الساعه 12 ولا واحده. ده يوميا ما عدا يوم السبت انا ببقى مخصصه للقاء الجماهير الناس. لا ده موجود من السبت لاخر. ده يوم استقبال بقى شكواهم. ده على طول موجود معاهم. انا عايز اقول سعاده جميع المراكز عندي كل التنفيذيين. ده حضرتك كده مواعيد السبت دي تتسق مع اليوم ده. يعني لا ده 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 موضوع ثابت. ثابت. موضوع ثابت يوم ثابت عندي. يعلموا كل اهالينا في كفر الشيخ. دي الجوله بتاعت بلطيم اهي. انت قلت لنا انك كنت في مصيف. دي جوله. جوله في بلطيم دي. دي بتاعت المصيف موجود. دي جوله اول امبارح دي. يعني انا في وسط الناس طبعًا. وموجود معاهم وبنسمع لشكاويهم وبنلتقي بيهم. عاوز ساعات بقى يوم السبت ده مش عندي بس في المحافظه. لا ده في جميع المراكز وكله في نفس اليوم وفي نفس الساعه 11 بيبدا الاجتماع ده مع جميع التنفيذيين. وده من اول يوم انا رحت في المحافظه حتى يومنا هذا يوم السبت ده معروف تلاقي. يعني يكاد دلوقتي خلاص اتحفظ وفي ذهن كل
اهلنا طيب في كفر الشيخ اليوم. الموضوع الثاني بتاع التنقيب عن الاثار ده بتاع فوز بتاع التنقيب عن الاثار طبعا ده انا هنتواصل معاه ولو يجيني هو بقى يوم السبت برضو الساعة 10 هيكون في حد في انتظاره في البوابة. واسمع لنا ان احنا نتابع الموضوع ده لانه ده موضوع طبعا في محافظة انا هشوفه على يعني نقب والبيوت اللي انا هشوفه وهتواصل مع السيد مساعد وزير مدير الامن علشان اشوف البلاغات والحاجات اللي عملها ديت وايه نتيجة الفحص والمعاينات والحاجات دي كلها. هو على كل الاحوال يوم السبت ده بعد بكرة يعني مش 24 ساعة هكون إن شاء الله يجينا علشان أعرف المكان فين وأعرف الشبكة بتاعته بالظبط. إن شاء الله هتبقى محل اهتمام وفحص مش عايزة كلام يعني. ومحطة معالجة المياه الشرب دي في ميت الديبة دول هيجوا لحضرتك يا ما دولت خلاص احنا اتفقنا ان هم هيجوا خلاص سعادتك بتاع يوم طيب. وبرضه سعادتك قلت اللي هو عادل اللي هو بتاع الجمعيه الزراعيه ده عايزين نعرف المليارات دي اللي هتيجي هنجيبها وهنبقى على تواصل يا رب يكون يكون في خير. بيجي افكار كتير كده وممكن يكون في افكار في ارض معتدى عليها في حد مستولي عليها فهو الحاجات دي كلها اللي في حصه كده وان شاء الله يكون بلاغه يكون مفيد لينا ان شاء الله. سياده المحافظ المكالمات بتاعت بني سويف معظمها في مساحه فرص العمل وصرف صحي احنا عندنا الشيخ هارون مشكله الصرف الصحي الشيخ هارون فرص العمل ويعني كانت الاستاذه هاله الاول وقلنا ان شاء الله نقدر نشوف فرص العمل ابنها واحنا عاملين اليه لهذا الوضع مع يعني حتى احنا عاملين مبادره لموضوع المعاقين ده اول قاعده بيانات اتعملت للمعاقين في بني سويف. احنا عارفين قدر الامكان مسجلين حوالي 52,000 حاله فبنشوف طبعا مع جمعيات كتير بنتواصل معاهم لخدمه لتقديم العون لان الموضوع صعب جدا واحنا في عن طريق المبادرات في حاجات وفرنا في كل مركز مبالغ بنجيب بها اجهزه تعويضيه والموضوع طبعا محتاج اكتر من اللي احنا بنعمله. بالنسبه لل كان في تاني حد الاستاذ طلعت الصرف الصحي في الشيخ هارون احنا يمكن باذلين مجهود كبير جدا. هو في كان في لقاء مع وزير الاسكان من حوالي اسبوع فتحنا كل الملفات احنا عملنا لجنه درست على ارض الواقع كل المشاريع اللي موجوده ايه المشاكل اللي عليها وطرحناها قدام السيد الوزير وفي حاجات هتبتدي تتحرك الفتره القادمه في احنا عملنا يمكن تجربه بعتبرها الحمد لله ناجحه ورائده ان احنا نفذنا محطه معالجه ثلاثيه دي بتغير المفهوم لحل موضوع الصرف الصحي ده احنا ده تقرير هنا عن الصرف الصحي في بني سويف لا دي يمكن ده صرف الصناعي دي في منطقه احنا دي بقالها 11 سنه وصلت لابراج الكهرباء وصلت للطريق يعني حضرتك هتشوف كم الميه بحيرات الحمد لله يمكن قدرنا نحط حل علمي هيبان الكلام ده تقريبا ابتدى يقل خالص وجفت ناحيه ابراج الكهرباء فده الحمد لله ده دي من بقالها 11 12 سنه فاحنا حطينا بقى اللي يمكن جزء كويس في الحل ان احنا الميه دي هنزرع بيها يعني الميه اللي كانت ضاره اللي عامله المشكله دي وهتبتدي الزراعه الاسبوع القادم. محتاج قد ايه لبني سويف ومشكله الصرف الصحي تخلص؟ احنا عندنا مشكلتين مشكله الصرف الصناعي ده وده خلاص احنا ماشيين فيها وفي في المناطق الصناعيه محتاجه الصرف الصحي في القرى هي اللي فيه المشكله متاخر قوي ومعروف ان احنا نسبه التغطيه 15-17% ودي حاجه قديمه قوي قليله قوي فن دي على مستوى مصر كلها معروفه انها وصلت منكم على مستوى مصر في القرى 20% بالكتير 22% لان الدوله في فتره ما كانت مهتمه بمشاريع الميه ونسيت الصرف فابتدت حصلت العجز الكبير في مادة الخدمة يمكن في الفترة الأخيرة دي كام سنة الأخيرة حصل طفرة في محطات الصرف اللي بتتم بس مش يعني محتاج أكتر عشان تقدر لأن ده عجز سنين بس احنا دلوقتي تقريبا الساعة بتاعت المواليد دي اللي هي على الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء ممكن يبقى في ساعة جنبها كده قروض يعني احنا بناخد مصر تقريبا اتفاقيات وقروض ومنح طول الوقت
في بني سويف من القروض الكتير هي لسه ما وصلتش فيها بنمضي بس في لا في لسه هتبتدي لا بتاخد وقت آلية عشان تنافس بس احنا يمكن هنا في احنا عملنا تجربه زي ما بقول لحضرتك ان احنا بنعالج ميه بنحل المفهوم تاني المتشابك مشكله الصرف في القرى ان احنا تعاملنا معاها بطريقه المدينه القرى مفهوم تاني خالص احنا عملنا تجربه يغير هذا المفهوم بيخفض مساحه الارض 70% يعني مساحه الارض اللي بتحتاجها بتنزل 70% دي ده تقريبا عن مشاكل الصرف اهو حضرتك بتتكلم عنه في ال دي بس انا ارجو يجيب على المحطه اللي هي هيلاقيها عنده هنا في جوده المايه شكلها ايه المحطه لا دي المشاكل دي ابتدي بنحلها انتوا بترصدوا انتوا رصدتوا الاول المشاكل دي رحنا حليناها اول امبارح يعني دي فين يا فندم دي في الميمون قريه الميمون دي من القرى من اكبر قرى مصر ده انه غرق منازل وشوارع بالمياه الجوفيه المخلوطه بمياه الصرف الصحي دي نتيجه بس المفروض انه الشبكات الداخليه في القريه مكتمله بس المحطه ما اتعملتش محطه المعالجه فاحنا حطينا عملنا يعني حلول سريعه ومع الهيئه القوميه بنحط حلول لغايه لان طبعا انشاء المحطه هياخد وقت يعني واحنا ابتدينا فيها يعني لدينا خلصت التصميمات اللي بقول لحضرتك الحل التاني بقى ده احنا المشكلة ان محطة معالجة واحدة توقف قرى كلها احنا بنحل بطريقة استقلالية شوية بيقدم الى تخفيض مساحة الارض تخفيض بعملها في مدة قصيرة بطلع مية صالحة للزراعة والحمد لله جودة ده هنطبقه وهنخش يمكن دي اعتقد اول محطة تنفذت كده في قرية في مصر كلها في عندنا برضو الأستاذة أسماء بتتكلم على توظيف على المصلحة الشارع العقاري معهد فن تجاري اللي هو مصلحة الدرايه احنا هنشوف لان ده بيبقى المسابقة مش عن طريق المحافظة بس احنا ممكن نشوف لو بس انت عارف ناس بتلجأ للمحافظ احنا يعني نعرف ممكن فعلا يكون المشكلة في اي ادارة هي او في اي حاجة بتقول ان في حد تقدم من خارج المحافظة وخد الوظيفة وهي لا فاحنا ناخد الحالة وندرسها بالاسم طبعا اللي بعد كده في بني ماضي في بيبا هي نفس المشكله بتاعت الصرف احنا في خطه ان شاء الله يمكن احنا هنعمل عندهم في بيبا في جزيره في النيل دي برضه هتبقى محطه هتتعمل بطريقه وخدنا موافقه وزير اسكان دي بالمساهمه المجتمعيه مع الدوله يعني مع الدوله احنا هنبتدي يعني ناخد خطوات اسرع في هذا المجال يعني ان شاء الله. طيب معلش لانه في الحاح ويبدو انه التليفونات بتخلينا نفتح موضوعات. طيب انا معايا عطيه كفر الشيخ. استاذ عطيه. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام يا فندم. سياده اللواء مع حضرتك على طول. اتفضل يا سيادة. سياده المحافظ كفر الشيخ. اتفضل يا فندم. اهلا بيك سيدي. انا سيادتك انا عندي مشكله. انا راجل نجار عندي 60 سنه. نجار فين؟ نجار عنده 60 سنه. وعندي مشكله في التامينات. اتفضل. حضرتك انا مأمن بقالي 24 سنة والقانون بتاع التأمينات يطلع معاش مبكر على 20 سنة تأمين. ايوه. ورحت وقدمت وفصلت ولغيت الرخصة ولغيت كل حاجة والتأمينات يعني بصراحة تعبتني احلى تعب. طب استاذ عطية هتجيني هتلاقي واحد يوم السبت الساعة 10 على الباب هيجيبك ودخلك ليا يوم السبت ان شاء الله. استاذ عطيه ده ميعاد السبت من سياده المحافظ ان شاء الله تكون عنده والمشكله تتحل ان شاء الله. طيب الاستاذ مصطفى بني سويف. استاذ مصطفى داليا كفر الشيخ. طيب استاذه داليا. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. سياده اللي هو معاكي سياده المحافظ اتفضلي سؤالك يا فندم. ماشي سياده المحافظ انا بشكر حضرتك. انا ما فيش يوم رحته وحضرتك قفلت بابك في وشي. اشكرك تحت امر. ماشي بس انا معايا تقارير ازاله الشارع. احنا 10 بيوت نعتبر ميتين ولا ميه ولا صرف ولا كهرباء. ده فين يا فندم حضرتك العنوان؟ العنوان فين في كفر الشيخ حضرتك؟ انا من مركز سيدي سالم قريه الحجاجي. مركز سيدي سالم قريه الحجاجي. تمام. انا احنا بقول لحضرتك احنا 10 بيوت ولا طايله ميه ولا كهرباء ولا صرف والشارع مقفول عليا بالعرض. بعدي من فريح البيت اللي عندي اللي فاتح الشارع الثاني بيقول لي انا متعطف عليكي بعديكي منه.
السيد رئيس مجلس مدينه سيدي سالم كل ما اروح له اتغير ثلاث رؤساء على القرار ده. الست المحافظ تيجي ولا لا تيجي لي برضه؟ لا استاذه داليا، حضرتك السيد المحافظ مستني حضرتك يوم السبت وان شاء الله الساعه 10 ان شاء الله في لقاء المواطنين ان شاء الله تلقي كل رعايه ان شاء الله. الاستاذ مصطفى بني سويف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد المحافظ مع حضرتك يا استاذ مصطفى، احد ابناء شباب بني سويف. اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. لو سمحت انا عايز الفت نظر سياده المحافظ لحاجه. احنا عندنا في المحافظه تقريبا خمس مدن صناعيه او اربع مدن صناعيه موجود فيهم اعداد من المصانع كتيره جدا. نتمنى ان سياده المحافظ يتدخل مع المصانع دي لتعيين ابناء بني سويف فيها، لان بتجيب عماله كتيره جدا من بره، وابناء بني سويف من المحافظات اللي بتعاني من الفقر والبطاله. فنتمنى ان هو يشوف المصانع، حتى المحطه بتاع الكهرباء اللي اتعملت جديده في غياضه برضه ما تعينش فيها حد من بني سويف. شكرا يا فندم، شكرا، فكره واضحه جدا. استاذ مصطفى. استاذ بهجت بني سويف. استاذ بهجت. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. سياده المحافظ معاك يا فندم، اتفضل. وتحياتي للسيد المهندس شريف حبيب وسياده اللي هو السيد نصر. شكرا. اهلا بيك يا فندم. انا بس يعني حبيت اقول رايي في البرنامج المحترم وفي المهندس شريف حبيب، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. المهندس شريف حبيب من اكثر المحافظين الموجود عندنا، طبعا اقسم بالله العظيم محمد لو جبلني في الشارع ما يعرفني، بس بقول مواطن عشان خاطر ان نقول السلبي ونقول الايجابي. صحيح صحيح. طبعا والله فده طبعا مش كل النفق، النفق بيكون مظلم، بس في شمعه احنا عايشين على الشمعه، النور اللي منور في قلب النفق، فمش كل الدنيا سودة. لكن في سؤال سياده المحافظ يا فندم. عاوز اقول له بس حاجه. اقول له اول حاجه ربنا يكرمك في صحتك في اولادك. ثاني حاجه انا بشكر من خلالك ومن خلال 90 دقيقه وقناه المحور، انا من الواسطه كان ليا مشكله وحضرتك كلمت لي المهندس عماره احمد عماره وكيل وزاره الري في بني سويف، والراجل ده قسما بالله العظيم ثلاثه حليل المشكله. فانا بشكر المهندس شريف حبيب وبشكر المهندس عماره. شكرا يا فندم. وكيل شكرا. اول وزاره الري في بني سويف، وارجو منك استاذ محمد حاجه بالله عليك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. معانا مين يا شباب؟ محمد من كفر الشيخ. محمد خير. اهلا بيك يا استاذ محمد. والله انا ممكن اتكلم محافظ كفر الشيخ. سياده اللواء معاك يا فندم. اتفضل حبيبي اتفضل. سياده المحافظ. اتفضل. انا من كفر الشيخ بيله، وانت عارف مشكلتنا بتاع الكم الطويل. انت عارفنا وعارف مشكله المجال. سياده المحافظ. اتفضل. الو. اتفضل اتفضل استاذ محمد سامعينك. بيله الكم الطويل يا فندم اتفضل. انت عارف مشكله الكم الطويل يا سياده المحافظ، واحنا بنترجاك بس رجاء واحد بس. مشكلتنا بس الوحيده هي المجاري، وانت عارف سيادتك جينا 20 مره لسيادتك. بقالها دلوقتي 6 سنين. جي محافظين قبل سيادتك وانت محافظ سيادتك التالي. ومحدش حل مشكلتنا، انت الوحيد اللي بتحل مشكلتنا. احنا عاوزين من سيادتك بس اجي لك بكره يوم السبت كل القريه تحل دي مشكله عامه، وانت عارف المشكله يا سياده المحافظ. وانت استعجلت يا سياده المحافظ كان هيدعيك. يعني سياده المحافظ كان هيدعيك استعجلت. لا اتفضل اتفضل يا استاذ محمد، انا في انتظارك يوم السبت وان شاء الله المشكله تتحل ان شاء الله. طيب احنا هنطلع فاصل الاخير ونرجع نتكلم عن هذه الاسئله ونتكلم عن قضايا اخرى. انا ارجو ان ما تكونش التليفونات يعني عملت ازعاج، لانه لا 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 انا عارف ان انتوا على ارض الواقع بتلاقوا اكتر من ده مئات المرات. مئات المرات على المستوى الشخصي انا بسعد بشكوى الشكوى. احنا ممكن تكون حاجه بعيده عنا، ولو لقاء المواطنين ده بيبقى لقاء مفتوح. والله يا فندم اقول لحضرتك ليه المشاكل لازم نتفاعل معاهم. انه كان بيبقى زمان يعني كان بيبقى في مسؤولين مثلا ومحافظين بيتأففوا مثلا الناس تتكلم او تسأل او بتاع. حالة بجد والله حالة الأريحية والاستقبال اللطيف ده للأسئلة شيء مباشر. لا لا لا. جدا احنا يعني ما عندناش الخبيه وما نخافش من حاجة. بالزبط. احنا بنسعى وبنجتهد وعاوزين نوصل للمواطن لمرحلة الرضا ان هو يرضى عن الأداء ويرضى. بالزبط. عن الخدمة اللي احنا بنقدمها له، فبالتالي احنا لا نخشى في سؤاله. احنا مش هنقول احنا المدينة الفضيلة مفيش أحسن منها. صحيح. لكن انا هستأذن حضرتك سيادة اللواء ونطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن هذه الأسئلة ونتكلم عن المستقبل، لأنه الحاضر طول الوقت ممكن يستغرقنا، لكن محتاجين نتكلم عن المستقبل. فاصل قصير ونعود لحضراتكم.
اهلا بكم من جديد. منذ قليل ودعت مصر قامه كبيره من قاماتها الدكتور رفعت سعيد رئيس الشرفي لحزب التجمع والكاتب والمثقف والمفكر والمناضل الكبير الذي ظل حتى اللحظة الأخيرة من عمره 85 سنة ظل يعمل، ظل يكافح، ظل يناضل، ظل يقف أمام قوى التطرف والظلام. منذ قليل توفي الدكتور رفعت السعيد، وستشيع جنازته إن شاء الله غدا في صلاة الظهر من مسجد المقطم المجاور لمنزله. دعوتنا ودعوتكم له بالرحمة، وأن يخلف الوطن يعني، أو أن يعوضنا الله عن فقد هذه القامة الكبيرة. الحقيقة احنا جالنا تليفون مش من كفر الشيخ ولا من بني سويف، يعني جالنا تليفون من الشرقية من الحاجة فايزة، والحقيقة ما حبيناش نردها يعني ما حبيناش نقول لها لا. احنا معانا الحاجة فايزة. ايوه يا فندم. ازيك يا فندم، انت من الشرقية؟ يا فندم ام شرقية اهل الكرم. قول لنا يا فندم. يا رب يخليك حضرتك، انا من القنايات شرقية. اهلا بيك، واخد بال حضرتك. اتفضل. بس ايه حتة الارض بتاعتي والرخصة باسم اخويا ومش عايز يخلينا ابني. الارض والرخصة باسم مش الارض بتاعتي. اديت له حق الرخصة وطلع الرخصة باسمه ومش عايز يخلينا ابني، يقول الحي معارضني. الحل مع مين؟ الحي معاه. الحي معاه. ايوه يعني هو اخوك اللي مش عايزك تبني؟ بقول اصل الرخصه باسمه. واخد بال حضرتك؟ الحي متواطئ معاه. الحي متواطئ معاه. رحت عشان حضرتك اطلع رخصه، قال لي لا. طيب احنا يعني المشكله في حي الشرقيه. حي الشرقية. طيب حاجة فايزة، احنا هنتواصل مع سيادة المحافظ ونعرض المشكلة. انا بس حضرتك ما تقفليش، هياخدوا التليفون ونتواصل مع حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا. طيب احنا كان عندنا مجموعة من الاسئلة قبل الفاصل، وحضراتكم سجلتوا الملاحظات. أساسا هنبدأ من باشمهندس المرة دي. المناطق الصناعية، الشاب اللي هو بيتكلم انه في طول الوقت وظائف في بني سويف كتير بس بياخدوها ناس من برا المحافظة، هو هل ده على أرض الواقع؟ لا، احنا اتناقشنا معاهم، قلت له يعني مع مجموعة مفيش واحد، أي صاحب عمل هيحاول ياخد الاقل التكلفه بالنسبه له، لان هو لو جاب واحد من خارج المحافظه بالتالي عايز يعوضه على تكلفه التنقل والاقامه، يعني واحد هيسيب بلده اكيد هياخد اكتر. صحيح. فالمشكله هي كانت عدم التواصل او التدريب، وده ابتدت تظهر يمكن في المصانع. هنا هتلاقي في بنات واولاد المصانع ما ابتدوا يعرفوا وابتدى يبعد عن فكره العمل الحكومي. وبعدين دلوقتي بقيه المصانع، يعني احنا في مصنع لسه حاطين حجر اساسه بيعمل مع مصانع. يا فندم المصانع دي كلها دي افتتاحات. دي الافتتاحات الاخيره دي اللي احنا عملناها مع وزير الصناعه. فبقت في حاجه مشتركه دلوقتي ان احنا مع صاحب المصنع والشركه بناخد، بنقول له احنا متوفر عندنا اماكن، فهو بيجيب الاجهزه ويدرب ابناء المحافظه الى حين ينتهي الشغل في المحافظه في المصنع. فده توجه جديد، وفي تغيير حصل خلال الفتره اللي فاتت من الشباب. الحقيقه كانوا بيقولوا مناطق صناعيه بعيده، كانوا بيقولوا ان العمل فيها مش سهل، ما لقوا يعني ما فيش فرص في الحكومه، فابتدى يروحوا. احنا دلوقتي دورنا ان احنا نقول لهم سوق العمل ده طالب ايه، يعني المصنع ده طالب ايه، ونبتدي ندربهم فيبتدي فيه فرصه عمل. بالنسبه اللي هو يعني كان بيشكر حل مشكله الري، فاحنا اللي بنشكره الحقيقه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد يعني لله. وده شيء كويس. بنشكر التنفيذيين اللي هم حل المشكله. اللي سياده المحافظ، تعليق حضرتك على، احنا كان عندنا كومي الطويل في بيلة، حضرتك قلت له يجي مشكلة الصرف الصحي،
احنا يمكن اتكلمنا عن مشكله صرف الصحي شويه في بني سويف. ايوه. كفر الشيخ الوضع ايه بقى؟ بالنسبه للصرف الصحي يعني انا زي ما دلوقتي زي المهندس شريف قال دلوقتي دي مشكله مصر كلها. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه بالنسبه للصرف الصحي عندي هنا في كفر الشيخ على وجه الخصوص. انا يمكن كفر الشيخ بالنسبه لي كتاب مفتوح اقصاها قدامي على مدار الساعه. عندي اجهزه لاسلكيه موجوده واصله لكل القرى اللي موجوده هناك. ما في مشكله بتحصل في كفر الشيخ في يعني يمكن من يعني يمكن نقول كعمل شرطي احنا بناخد اخبار يمكن على مدار الساعه على طول. لو في اي مشكله مش صرف صحي بس صرف صحي ميه كهرباء نظافه ده بناخد تمام بيها على مدار الساعه برضه على طول. اي مشكله اي حوادث تصادم اي حاجه كفر الشيخ في مشاكل بالنسبه ليها على مستوى الجمهوريه النسبة يمكن 20 ويمكن ده اهتمام في خمس سيد رئيس جمهورية شخصيا ويمكن السيد وزير الإسكان تحدث في الموضوع ده أكتر من مرة إن شاء الله نوصل لنسبة 40% في الخطة اللي جاية. احنا نأمل طبعا انها تزيد ويبقى أكتر. إمكانياتها طبعا كبيرة جدا على إمكانيات المحافظة يعني علشان ندخل حط دماغنا في صرف صحي في القرية ولا هتاخد كل يعني المحافظة مش هتلاقي حاجة تصرفها. صحيح. لأن إمكانياتها بالملايين وملايين مش خمسة ولا عشرة أكتر من كده كتير. يعني يمكن عندنا مثلا في الجزيرة الخضراء في معنا فضل من ربنا مستشفى 57 357 رصدة 350 مليون جنيه وان شاء الله مع تنسيق كامل مع السيد في نعم الشيخ. ده عندنا مع السيد وزير الانتاج الحربي يمكن ان شاء الله في خلال اسبوع او 10 ايام هنبدا العمل فيها. عاوز اقول لسعادتك انا مشاكل الصرف والحاجات ديت على مدار الساعه ما بسمحش بطفح مجاري او اي حاجه. لو في عز الليل بينزل رئيس مجلس اداره شركة المية ومعاه فريق العمل بتاعه على مستوى المحافظة وقبل ما بيطلع النهار بتكون المشكلة محلولة. طيب فندم انا معايا النائب خالد هلالي من كفر الشيخ. يعني احنا خدنا المواطنين هناخد نواب وناخد نائب من بني سويف. نائب خالد هلالي اهلا بيك يا فندم. الو. اهلا استاذ فندم. اهلا بيك استاذ خالد ازي حضرتك؟ ازيك يا محمد بيه؟ ما عامل ايه يا فندم؟ كله كويس؟ كفر الشيخ تمام؟ تمام يا باشا. ما احنا المحافظ معانا اهو يعني قول لنا بقى. استاذ خالد. من الاول على السيد الوزير المحافظ السيد دي نصر اخونا المحترم والسيد المحافظ المهندس شريف بيه حبيب. بعد مساء الخير الاول عليكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني انا اولا بشكر السيد المحافظ بالامانه على مجهوداته الكبيره في المحافظه. ويمكن انت لمحتها من الساده المواطنين وهو قال لك كلمه مهمه قوي ان مكتبه مفتوح على مدار ال 24 ساعه. ودي حقيقه. اعتقد انا ما دخلتش يوم في المحافظه ولقيت مكتب الساده المحافظ مقفل. حتى لما بدانا نسال ده كان عدد المحافظين السابقين قالوا لا. يمكن الساده المحافظ اللي هو السيد نصر مكتبه مفتوح للكبير والصغير. والراجل العادي يا سياده النائب احنا هنغير من الغزل ده. احنا عايزين لا سؤال يعني بقى احنا هنيجي بقى يعني ايوه هنيجي بقى طيب يلا لا طبعا طبعا انه من لا يشكر الناس لا يشكر لا يشكر الله. صحيح صحيح. لكن قول لنا بقى يعني سؤالك وطلبك ملاحظتك قول لنا. هو السيد المحافظ طبعا يعني جهده موصول ومرئي ومعروف لدى الجميع وفي شويه حاجات كده بس انا بنفسي هو يطمن الساده المواطنين في ابناء محافظه كفر الشيخ المحافظه الغاليه اللي انا قلت له في يوم من الايام انا بحس ان محافظه كفر الشيخ هي بيتك. ان هو بيقضي فيها ال 24 ساعه متواصل على مدار السنه. كان هو حضرتك وعد بالاسكان الاجتماعي. انا اتمنى برضه ان هو يطمن الساده المواطنين وابناء كفر الشيخ عن موضوع الاسكان الاجتماعي. تمام. لان الاسكان الاجتماعي مشكله كبيره وبقى لها سنين طويله. تمام خلاص.
دي قضيه، دي قضيه مهمه جدا سياده النائب، وانا بشكر حضرتك ان يعني ايه لفت انتباهنا ليه، بشكر حضرتك جدا. الحاجه الثانيه اتفضل. الحاجه الثانيه اتفضل يا فندم. طيب معانا النائب عاطف عبد الجواد من بني سويف. احنا خدنا سياده النائب من كفر الشيخ. في عداله في الحلقه فعلا. سياده النائب عاطف عبد الجواد اهلا بيك. اهلا بيك اهلا بيك على شريف بيه وعلى سياده الوزير. اهلا بيك يا فندم. سياده المحافظ معاك. ايوه ازيك يا سياده الباشا. احنا طبعا الحمد لله يعني اختلفنا واختلافنا اسمر يعني للمحافظه عن محور عدلي منصور وظرف صحي المصانع وان شاء الله اتفقنا برضو وتصالحنا برضو في الخير. فانا بتمنى طبعا من سياده المحافظ دلوقتي نجاح تجربه صرف صحي البساتين. انا في حيره. انا عندي دلوقتي ليا سنتين سياده المحافظ معانا او سنتين الا شويه، بلاد عندي في المركز لا يعني فيها صرف صحي خالص، واقفه على محطه التنقيه. الجهات الحكوميه المختصه دلوقتي مأجلة تعميم التجربة بتاع البساتين بناء على الاجتماع اللي قعدنا فيه مع في الوزارة الأسبوع اللي فات. طب أنا القريتين كل قريتين اتفقنا ناخد لهم حتة أرض وإن على حسابنا وعلى حساب الأهالي وننجز كل قرية أو كل قريتين محطة تنقية بأي طريقة نخلصها، لأن نسبة الإنجاز في المحافظة المشروعات الصرف الصحي خلال السنتين اللي فاتوا 3%. فده طبعا يعني مش مقبول يعني. سيادة وزير مهندس وانا امين سرية اسكان ومهندس ومش عارفين نخلص مشكلة سواء بتجربة البساتين او من غير تجربة البساتين. انا اللي يهمني السنة دي ان نخلص من الكرة اللي خلص صرف صحي دي ومش فيهاش محطة تنقية والاهالي مستعدين يوفروا الارض. فانا بتمنى انجاز بقى، الموضوع مش ممكن يتأخر اكتر من سنتين وناخد قرار نهائي الاسبوع ده. الكره دي هتتحل ازاي؟ سيادة النائب الجهاز التنفيذي يكون موافق على الاقتراح. سيادة النائب بشكر حضرتك، وضحت الصوره وشكرا لمداخلتك. يعني ما شاء الله الواحد يمسك الخشب يعني على النواب وعلاقتهم بيكوا. احنا قاعدين بنلاقي نائبه تروح ترمي زباله وتتهم المحافظ، ويعني تقريبا في نواب بيلفقوا تهم للمحافظين بتاعهم. فيعني نمسك الخشب انه العلاقه جيده الحمد لله. الاسكان الاجتماعي يا فندم. الاسكان الاجتماعي طبعا دي مشكله موجوده من يعني احنا في عندنا ناس دفعه مقدم من 2005 و2009 وفي الفترات السابقة لغاية دلوقتي ما خدوش مساكن. طبعا لهم حق عندنا، دي مشكلة موجودة عندنا. احنا طبعا يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة، في 3500 وحدة سكنية هتتوزع في افتتاحات السيد رئيس الجمهورية الفترة اللي جاية، وفي نهاية العام هيبقى برضو في 3500 وحدة تقريبا برضو زيهم. احنا مع تنسيق كامل مع السيد وزير الاسكان بتخصيص اراضي ليه علشان يقوم فيه مساكن. في عندي في كفر الشيخ 10 فدادين انا بدات اشيل اصلا فيها قمامه يمكن 10-15 متر، بدات اشيل فيها تقريبا خلصت اكتر من تلتها وان شاء الله جاري العمل فيها، وخصصتها للسيد وزير الاسكان عشان يبدا العمل فيها. كانت في مشكلة بالنسبة للناس اللي هم دافعين 5000، أنا برضو تواصلت مع السيد وزير الإسكان وكان في مجموعة من الشباب راحت وبعتهم مع السيد رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ ونزلوا راحوا بنوك الاستثمار ووزارة الإسكان لغاية ما عرفوا كل حقيقة الموضوع. تواصلت مع السيد وزير الإسكان وفتحنا اللي هو تجديد البيانات بتاعتهم الحمد لله دلوقتي. وانا مديتها كمان يعني كانت المفروض تنتهي في اخر شهر 7، مديتها كمان شهر لغايه 31/8 لغايه نهايه الشهر ده، علشان اللي فيها ناس بعد قفل الباب جوهم وقالوا احنا ما فيش حد ادينا، واحنا اذعنا على الدنيا كلها وبعتنا لهم فجوهم واحنا جددنا ليهم برضو العمليات ان هم يحدثوا بياناتهم. ان شاء الله كل من
حدث بياناته، كل ده دخل الحيز يبقى له شقه عندنا ان شاء الله هياخدها، شروط تنطبق وتتوافق معاهم ان شاء الله هياخد شقه، مفيش مشكله مطلقا. بالاضافه ان انا مخصص اراضي في جميع مدن المراكز، وبرضه اخترت السيد وزير الاسكان بيها ومديها له، وان شاء الله ضيف الخطه يمكن يعني على خلال نهايه العام ده يكون نسبه كبيره تجاوزت 70-80%، الباقي ان شاء الله تباعا على خلال العام القادم يكون كل اللي حاجزين ده كلهم يكونوا خدوا ان شاء الله. سيادة المحافظ، هو انا ما قلت لك على حكايه محور منشار عدلي منصور، هو جه قال لك بس خلاص ما محبه بقى بعد اهداف مشكله انتهت يعني. لكن هو اساسا ما كانش في مشكله خالص يعني، بس هو بيبقى في خلاف لا بيبقى في سوء يعني، سوء يعني فهم للموضوع يعني، سوء فهم، سوء تقدير لل انما هي اصحنا كتاب يعني بنشتغل مفتوح صحيح وشفافيه واضحه جدا. الموضوع اللي بيتكلم فيه ده دي قريته وقريه نائب نسيبه، يعني هم عارفين مشاكلها اكتر. مشكلتها اللي احنا بنقول مفهوم ان احنا بندور على مساحه ارض، مساحه الارض دي في قريه اخرى اتحطت لسبب ما، فاحنا كنا دي من احد القرى او المشاكل اللي عرضناها مع الرئيس مع الوزير الاسكان، قلت له الموضوع ده عشان يتحل عايز له حوالي 200 مليون جنيه. فاحنا هنجتهد، احنا عملنا بصفتي كمهندس بقى مش كمحافظ ان احنا نلاقي حلول على الارض بقى. اسرع وارخص واجود. وهو والهيئه تشتغل الافضل بالفلوس والجوده، احنا بنحط عندنا جوده وتكلفه ووقت، حط دول الاحسن نشغله صحيح. فهو بقينا احنا دلوقتي العبء علينا نحمل نفسنا مسؤوليه انما دي طبعا دورنا ان شاء الله نقدر نحدها ان شاء الله. ودي بتحتاج دراسه يعني وافيه، لانك انت بتشتغل على حاله موجوده عايز تحلها حاله. الكلام ده على فكره مشروع بيتكلم عليه دي من سنه 2009 طبعا طيب. حاجه متراكمه انا حضرت فيها مثلا سنه ولا كده، انما احنا بنحاول والهيئه تحاول والوزاره هتحاول ان احنا زي ما قلنا احنا عندنا نسبه عجز كبيره يعني احنا زي هو دول احد المشاكل اللي هي موجوده. طيب انا هاخد جمله واحده رساله لي من حضرتك لشعب محافظه كفر الشيخ، ورساله من حضرتك لشعب محافظه بني سويف في جمله واحده فقط نختم بيها. انا بقول لاهلينا في كفر الشيخ انتظروا المزيد من المشروعات الاستثمارية، ده بالإضافة للي احنا هنفتتحهم وهي محطة افتتاح فخامة السيد رئيس الجمهورية الفترة اللي جاية، سواء كانت افتتاح بركة وليون أو المنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية أو 3000 وحدة سكنية أو 25 مدرسة أو مستشفى الجامعة أو 4 كليات أو قصر الثقافة أو محطتين المياه. هناك مشاريع أخرى ومنتظرة لكفر الشيخ، هناك مصنع الرمال السوداء، وهناك محطة البرولوس، وهناك اكتشاف 9 آبار غاز بترولية مش هتجعل بس كفر. انتظروا الخير، انتظروا المنطقة الاستثمارية اللي احنا بنعملها والسادة الوزراء، هناك الخير بالنسبة عندنا 417 فدان ده هيتعمل فيها، بالإضافة لمصنع الرمال السوداء في عندنا هيبقى مزارع للدواجن وتربية المواشي وبورصة زراعية ومجازر. انتظروا الخير إن شاء الله، انتظروا الخير قادم 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 لينا إن شاء الله. إن شاء الله سيادة المحافظ. بنقول لكل أهالي بني سويف الكرام، خروجنا من الوضع اللي احنا فيه، الأزمة اللي احنا فيها نتيجة سنوات طويلة تحتاج، هي مسؤوليتنا جميعا. نحتاج الفكر المتطور، نحتاج الإبداع، نحتاج العمل اللي هو منتج، نحتاج الإنتاج. احنا تملي بقول لكل الشباب محتاجين خش سوق العمل بالأفكار، المشاريع الصغيرة هي دي اللي هي هتأثر فيك النهاردة وبكرة، احنا طبقناها إنما ومحتاجين نطبق كتير. المشاريع القومية تأثيرها هياخد وقت شوية، محتاجين عمل وإنتاج مخلص. هي مسؤوليتنا جميعا، نحتاج
الفكر والعمل والإبداع حتى نعبر هذه المرحلة. أنا عايز بس أشكرك على حاجة تانية غير المحافظة خالص، بعيد عن المحافظة، إنه حضرتك كنت وراء احتراف محمد صلاح والنني لما كنت رئيس نادي المقاولين كده؟ آه الحمد لله والله شكرا الحمد جدا الحمد لله. دي الحاجات الكويسة الناس لازم كمان تذكرها، ما دي إنجازات عظيمة يعني. لا لا ده بتسأله في الكورة إنجازات عظيمة، إنجازات عظيمة طبعا. هو هي بس عملت لي أحد المواطنين وإحنا بنعمل حاجة كويسة، قال لي مهما عملت هيفضل انجازك هو محمد صلاح. محمد صلاح ماشي الحال على فكره يعني كل الانجازات كويسه. انا 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 بشكر سياده اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، وبشكر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف حقيقه، لانه هم جم من سفر النهارده وكانوا سبب رئيسي في انجاح هذه الفكره، فانا بشكركم بشكل شخصي انه احنا هذه الفكره اللي بداها 90 دقيقه انه احنا عندنا ان شاء الله مره في الشهر هيبقى عندنا مجلس محافظين مصغر زي ما حضراتكم شفتوا، بنتناقش بنتكلم بنسمع الناس بنسمع النواب المحافظين، كتاب مفتوح مفيش حاجه الناس تخبيها، كمان لو في مشكلات او ازمات او هم مستعدين جدا طول الوقت زي ما حضراتكم شفتوا احنا في مواعيد على الهواء مع سياده المحافظ، في طلبات الناس بتتجاوب معاها وبتستجيب ليها. فكره ان شاء الله كل شهر معانا، يمكن المره دي اثنين المحافظين، ممكن المره الجايه اكتر، لدرجه ان ممكن نعمل اجتماع مجلس المحافظين كله هنا ان شاء الله. ان شاء الله بشكركم شكرا جزيلا وبشكر متابعتكم وتصبحون على وطن.